احنا وصلنا الجوركي خلصوا 70 درهم والمغاربه 10 درهم. انت ما تهدرش محل، انت مغربي اسكت ما تهدرش، الا ما هدرتيش غنخلصوها حمرا، الا هدرتش غنخلصو 70 درهم. اسكت معانا انت. خمسة مغاربة محفل هكا اخويا مغربي. اسكت قول قول واخا، قول واخا بالجهد زعما مش عارف تخلص صح مغربي واخا بالجهد. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير ومرحبا بكم عند فيديو جديد. يلا بالي اختي كتشجري بام بام ريا بام بام ريا، كنقول لك اختي طويل حوايجني في ماريا او بام بام ريا بام بام ريا، كنقول لك اختي طويل حوايجني في ماريا او كركر ريا بام بام ريا، اختي طويل حوايجني في ماريا او بام بام ريا او بام بام ريا، وناري يا اختي طويل في ماريا. إذا كنت في سبب مش حلو صح سليم صافي راح حبسنا صافي راح سلم موي ما عبش أبو راح سلم صافي راح سلينا راح سلينا صافي راح سلم. إذا كنت في سبب لكم راح لا يا مازال هنا الله راح سلينا صافي راح سلم رسي 400 بعد وعقنا لايف أنا 400 ودير إن شاء الله يجيكم ديريك إن شاء الله انا تكفلت جيهان اللي ولدتها امها البيولوجيه ولدات فرد بسيزاريان عطاوها لي داك الليله من كرشها يدي انا ما عطانيش الله الوليدات حتى نقلب باش نيسا فيها اما مرحبا واخا حياتكم. عرفت لي واحد السيده بسيده اللي كانت حابه جيهان ما بغاتهاش هي قالت لك انا ما باغيهاش عليني يعني واخا ولدها على اللوحه انا هاد البنت هذه ما بغيتهاش تطيع ومع انا ما عطانيش ربي بغيت ندير هذا الاجر هذا بتحبيب ديالي صافي قبضتها صبت الوراقات ديالها كاملين الحمد لله رفعت الكفاله ولي 3 شهور وانا في المحكمه سير واجي سير هاد الورقه طلع لهنا طلع لهنا سير للجمعيه سير لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه كل براسي تتلوحي من 3 شهور وانا تلقاتي مع سير واجي مني ساليت داك الوراق وفرحت بها وجبتها وسبعتها الحمد لله بالسير ديالها كلشي فرحوا معايا القرابين ليا مني ساليت الاجراءات ديال اوراقها وفرحت من تما بديت غير سيمانه ما بين الوراق ديالها اكتشف المرض ديالها جيهان عندها المخ الراس عندها ديك الخلاص وقلقه في المخ دايره جوج عمليات في الراس عندها المفرص عندها الدب الراس عندها الدب الراس عندها جوج عمليات العمليه الاولى على 5 شهور العمليه الثانيه على 6 شهور كي دات باش في الاعراض ديالها راسها كبير بزاف شيتي اش باغا ها لاباراي يسار ادخل معايا اشوف خلاص سبحان الله العظيم هذا الدار غير ضرب الزريزات سبحان الله العظيم ويخرج البيترو ونص منها ياك اخو البيترو هذا خرج من وسط الدار سبحان الله العظيم معايا وانت ما سلمتيش عليا انا قلت لك السلام ما رديتيش عليا حتى السلام ودوزتها انت ما سلمتيش دابا قلت لك السلام قدام الناس ما جاوبتينيش هذا واحد الصرف رديته لك ديال شحال هذه الله اودي اش من لان انا جيتي ولقيتيني جالسه
وسلمتي على اللي حدايا وما سلمتيش عليا. دار بوعزة حرام عليك والله الا سلمت عليا. لا اقسم بالله لا ما سلمتيش عليا. اويلي ما يمكنش. سلام يا سلام على المرأة المغربية. يا سلام يا سلام على الرجل المغربي. الله الله على بنت الله الله على بنت خليه لهم صداع وزعل هون. الدريه تمشي تسول مع الاوتفي ديالهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحتك بخير؟ الحمد لله. سميه بايدي. شرفينا بايدي. ديالو ليلى. شرفينا. ممكن تسولكم مع الاوتفي ديالك؟ سول. مرحبا. فيات تريكو شحال خديتي؟ انا جيت تريكو بعدا اصلا كيسول. لا لا ماشي تلتعت فيتي. هادي هادي 5000 درهم. او ماي جو. مال هذاك لك طالون. هذا سيت كوني ام باري. 20000 درهم 2 مليون صافرا. الحواليقه طيب هذا حيد يدك. هادو سوني سيغ كوموند تاعهم من الهند. مشرفين من الناس ديال بنغلاديش. لا بنجامي. ماشي شنو هي هذه الروبيه ديال صاروخان. كيجيك شي حاجه غير صورت معاه في الفيلم ومن بعد صافي كان وقع شي مشكل مع مراته جات الغيره مني وداك الشيء وصافي. اي سو وي غات سامثين هير وي غات ذا بوت كار بوت. And we're gonna take it out. Using the keys that one guy is called Zero Sabo sold me this, so we're just gonna get this out. A few moments later. احنا سيدي انا يا كنت كنحل الصابو بالساروت وجا مول الصابو وهجم عليا وعيط ليه البوليس وهما جاو هزوه وانا غادي للكوميسارية وهو غادي يمشي يبات تمايا يبات واحد 48 ساعة ونتابعو وندير بهم حضر ديال الاغريسيون. ترتخ الباغون ترتخ البارون حبيبة جرحتيني لا 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 دقيقه من طرف المنتخب. انا الخوت نكونوا وصلنا لاخر الفيديو الى كنتم الابطال وبقيتوا حتى لهاد الدقيقه هذه ما تنساوش تخليو ليا شي لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. اللي مازال ما اشترك في القناه اشترك في القناه ويفعل مع الجرس باش الى كان شي حاجه جديده توصلك حتى الاول. وما تنساوش الخوت تفعلوا مع الفيديو خليو ليا التعليق الزوينه ديالكم كتب اي حاجه بغيتي المهم هو تخلي ليا تعليق. وتهلاو فراسكم الخوت نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.